نحن بعز موسم الصيف مشاهدينا، واكيد المدارس مسكره واولادنا مفارسين بالبيوت، واختار من كثار منا بيختاروا انه يحطوا اولادهم بسمر كامبس او مخيمات صيفيه. اليوم حبينا نطرح هالموضوع حتى نعرف كيف ممكن نختار المخيم الصيفي المناسب لاولادنا، وراح نطرح اسئلتنا على ضيفتنا ميشلين سمور. صباح الخير. بونجور رولا، اهلا وسهلا فيكي. بونجور. حضرتك معالجه نفسيه عائليه، كيف بنختار المخيم الصيفي المناسب لاولادنا؟ سؤال كل سنه بنطرحه على نفسنا. صح. من وقت ما بيكونوا صغار لما بيكبروا، شو دور المخيم الصيفي بحياه اولادنا؟ هل هو ضروري لكل اولادنا بموسم الصيف؟ صح، سؤال كثير صعب فعلا، وكثير بيرمي مسؤوليه على الاهل. شو دوره؟ له دور كثير كبير المخيم الصيفي، رح نحكي بسياق الحلقه عن دور المخيم الصيفي او شو لازم يكون دور المخيم الصيفي. هل هو ضروري؟ اكيد هو ضروري اذا عم يلعب الدور المضبوط، يعني اذا عم نحكي انه المخيم الصيفي عنده الاوبجيكتيف او الاهداف اللي بدنا نحكيها خلال الحلقه، سو بيكون كثير ضروري. اذا هو بس لحتى الولد يمضي وقت فراغه ويعبي وقت لينطر اهله يرجعوا على المدرسه على البيت، هو بيكون بمخيم، اكيد ما بيكون ضروري، لانه بنعرف انه الولد فيه مل فراغه بحياله. نعم. طريقه اخرى، نشاطات كثيره بالبيت او باماكن مزبوط اخرى، او عند القرايب او حتى عند اصحابه. خلينا لكن ندخل بالفوائد، شو حسنات انه يكون ولدنا موجود. صح. باطار مخيم صيفي خلال عطل الصيف. اذا بنرجع شوي هيك لكلنا ذكرياتنا، كل ما نقول مخيم صيفي بنتذكر مساحات خضراء، بنتذكر الكامبينج، الخيمه، بنتذكر اجواء حلوه، اجواء ترفيهيه، بنتذكر الاشياء الغريبه العجيبه اللي كنا نعملها واللي ما بتشبه حياتنا اليوميه او حياتنا الدراسيه، وبتخلينا نطلع من طباعنا ومن كاركترنا، وبتخلينا نكتشف قصص جديده عن حالنا. هلا لما نطلع حوالينا بنلاقي انه المخيمات الصيفيه الموجوده باغلبيتها كثير بعيده عن الفكره الاساسيه للمخيم الصيفي. يعني بين المخيم الصيفي الكلاسيكي اللي تعودنا عليه بالسنوات الماضيه والمخيمات الحديثه اليوم، صح، عالمين مختلفين. اكيد عالمين مختلفين، بنلاقي مشان هيك نقدر نحكي عن الفوائد، بدنا نميز بين هودا العالمين. بنلاقي هلا انه الاولاد هي دائما محصوره باماكن داخليه. نعم. ما كثير بهمنا الاسباس فيرت او المساحه الخضراء. بيركزوا كثير على التكنولوجيا، بيركزوا على التكنولوجيا، بيركزوا على الكزدره، بيركزوا انه نحن نبسطوا للولد. سيبيان نحن اكيد لازم كل مخيم يكون هدفه انه اولاده يكونوا مبسوطين، بس نحن عم ننسى كثير امور ثانيه، هي الحركه الجسديه، هي الرياضه، هي السبور، يعني الاختلاط والتفاعل. اولادنا لهم 9 اشهر قاعدين على مقاعد المدرسه، يعني فيك تتخيلي جسمهم باي وضع، قد ايه هن بحاجه طارئه لهيدي الجرعه من التدخل السريع، من الحركة الرياضية، من الحركة السريعة، من الحرية، من الحرية المضبوطة نوعا ما، ضمن إطار، ضمن كادر. هن كتير بحاجة لينموا ثقتهم بحالهم لحتى يتحدوا حالهم. المخيم لازم يكون فيه أفكار جريئة. نعم. أفكار نوعا ما غريبة عجيبة، ولكن بتحط الولد قدام تحديات، بتخلي الولد ينتبه أنه قد لازم يقوي تركيزه. كل هيدا مشاكل بنشوفها خلال السنة. نعم. الدراسية، ولكن نقطع عليها بسرعة لأنه في بروجرام سكولار بده يمرق، في أهداف تعلمية. بينما المخيم الصيفي أكثر التركيز على شخصيته للولد. نعم. على علاقته مع رفقاته، قد ايه بيغار، قد ايه بيغضب، قد ايه مش قادر ينطق. يعني الكوميونيكيشن او التواصل الاساسي. صح. من اهم اهداف. صح. المخيمات الصيفيه خاصه مع اجتياح السوشيال ميديا بحياه اولادنا، يعني لازم قد ما فينا نبعدهم عن هالاجواء حتى نرجعهم للطبيعه، للانتر اكشن، للتيم ورك، للتفاعل. وما نقبل انه بالسمر كان بيجي الولد وجايب جايب معه القصص السوفت وير، العده بدنا نسميها عده لانه. ايه. ما بقى تقتصر. صح. على تليفون، على صارت عده اشياء. مزبوط، هذا الشيء ضروري كثير ينتبهوا له القايمين على المخيم الصيفي. المخيم لازم يكون عنده اهداف وابعاد لها علاقه بشخصيه الولد. لما بكون انا من يومين كنت متواجده على ارض المخيم، دغري بنلاحظ على ارض السمر كامب، دغري بنلاحظ كيف عم يلعبوا الاولاد، قد ايه اولادنا فعلا بحاجه لشويه انضباط، قد ايه عندهم حركه سريعه، قد ايه ما بيقدروا. كنا عم نجرب نقطع صور معنا ولكن للاسف ما مش. نعم. الحال، قد ايه اولادنا ما بيقدروا ينضبطوا، يعني قد ايه انا لما بعطي تعليمي لصبايا عمرهم 6 سنين او 7 سنين انه انتم بدكم تكونوا قاعدين لجانب انتير، حتى في شخص بده او في ولد من عمركم بده يفز فوقكم، قد ايه هذا شيء جديد، قد ايه بده
بده مسؤوليه وقد بده انه الصبيه تنتبه اللي عمرها 7 سنين انه ما بدها تتحرك. وفعلا رولا هذا شيء كثير صعب لانه هن قاعدين ما فيهم غير ما يتحركوا، بدها تنسى انه انا هون شو عم بعمل، لانه فعلا مش معودين على هالاطار، مش معودين على هالاطار، معودين انه بالمدرسه في كما في ديسيبلين بدها تمشي، والولد ما بيقدر يقول لا. بينما بالسامر كامب الولد بده يتعود على نوع اخر من النظام بارادته، من دون كما، من دون اساس، من دون خوف من العلمات، بيتعلم كيف يتصرف على طبيعته ضمن قيود معينه، على طبيعته ضمن قيود معينه. واهم شيء كيف نطور عنده الاوتونومي او الاستقلاليه الذاتيه. يعني ما تنسى انه بالمخيمات في كثير قصص فينا نمرقها خلال 9 اشهر بالمدرسه ما بنقدر نمرقها. ميشلين، اي نوع من النشاطات ممكن تحفز هالنقاط الاساسيه اللي عم تحكي عنها؟ اذا بنسال حوالينا لصغارنا كلهم هن بحاجه لنشاطات، تصور معظمها كثير بسيطه، صح، فيها حركه بس فيها ابتكار من قبل المشرفين او من قبل القيمين. يعني فيها، مش هيك سميناها غريبه عجيبه، لانه كلها قائمه على فكره الحركه والنط والقفز والمشي زيكزاك، وكلها بترجع لحتى تحسن هالخمول الجسدي اللي عايشه الولد وتزيد من البسيكوموتريسيتي جلوبال عنده. يعني بنشوف انه اولادنا باول المخيم الصيفي فعلا بتكون العين تركيزها مطرح والايد مطرح والجسم مطرح، يعني بدهم هيدا هالشوك الكتريك لحتى فعلا نهزهم كلهم على بعضهم لحتى الولد يبلش ينتبه كيف اجره عم تتحرك، كيف ايده عم تتحرك. يعني الشيء الاكيد ميشلين هو انه اجواء المخيم الصيفي لازم تكون مختلفه تماما عن اجواء المدرسه، حتى المطرح. يعني سالتينا هذا السؤال، صح. هي الاجواء يعني المكان اللي بنختاره كمان، صح، اساسي، حتى لازم تكون الاجواء ملائمه لهالنوع من النشاطات. اكزاكتو، ما اهداف تربويه بطريقه اللعب بطريقه كثير لوديك غير مباشره، من دون ما ينتبه انه الولد انه نحن هلا عم نشتغل على الضبط النفسي وعلى الستريس وعلى التركيز. هو عم يلعب حيوصل لهيدا الأهداف. من جهة تانية بنكون كتير بعاد عن القاعات المكفلة، عن الصفوف. يعني للأسف شي كتير بيوجع القلب، أنه أولادنا بيمضوا مخيم صيفي بعض الأحيان بقلب صف قدام تابلو، يعني مع أشخاص واقفة على التابلو الأساسية ما تغيرت، يعني بعدنا قاعدين، بعدنا ما تحركنا، بعدنا ما اشتغلنا على جسمنا، بعدنا ما اشتغلنا على التركيز، بعدنا ما اشتغلنا على العلاقة مع الآخر. لأنه لما نكون بصف ما بقدر أنا أعمل علاقة كتير حميمة وطيدة مع زميلي، نعم، كأنه أنا بالمدرسة. نعم، ذكرتني نقطة كتير مهمة ميشلين، وين بيكون هالمخيم الصيفي؟ بتصور هو اللي بيحدد قد ايه رح يكون في مجال لهالابتكار بالنسبة للنشاطات، وكمان حتى يطلع من جو المدرسة الولد. قد ايه في فرق اليوم بالمستوى بين المخيمات الصيفية اللي عم بتصير بكل المناطق اللبنانية؟ وهل في مراقبة؟ هل في إشراف؟ هل في تنسيق؟ هل في ضبط؟ يعني نوعا ما محرج هذا السؤال، بس بعرف نوعا ما لا، هي المراقبه بتجي من جهه الاهل ومن جهه الاداره القيمه على المخيم. قد في ضمير، قد مش عم نعتبر انه هذا المخيم هو بزنس، لانه بنعرف كل شيء لما بنعتبره بزنس بتخف القيم. اكيد ضروري يكون في الحد الكامل من القصص، الامان، الامان العام، ان كان الامان العاطفي اللي بده يحسه للولد بوجوده مع اشخاص ناضجين عاطفيا، ولا ان كان الامان باللوكيشن، يعني اللوكال بده يكون هو كثير سيفتي. يعني مشان هيك من المحبذ انه كل شيء بسينات ما تكون بالمخيم الصيفي، هذه اكتيفيتي بنعملها مع اهلنا. كل شيء جو كونفلابل او العاب فيها العاب كبيره للنفخ، وفي موتور ممكن باي لحظه يتعطل وممكن يصير في اكسيدون. للاسف صارت يعني ايام، صح، من سنوات مش كثير بعيده كمان. هيدي من المحبذ انه نحن نشيلها نلغيها، هيدي من الانعكاسات السلبيه اللي ممكن تنتج. فعلا يكون الولد بعلاقه مع طبيعه بشجر، لانه شجر اكثر شيء بيصحت بيقلب عن شجر، هيدا دان لو بيغ دكا باسوء الحالات، يكون بملاعب، يكون بنوادي، تكون الرياضة هي العنوان الأساسي، الحركة الرياضية باختلاف إذا بدي أقول درجاتها وحسب كل عمر كمان بقى ننتبه، نعم، على هذا الشيء، ولكن تكون هي المرجع الأساسي من جهة نحرك جسم الولد ونشتغل على الثقة بالنفس، نشتغل على القوة
التركيز عند أطفالنا. خلينا نحكي شوي ميشلين عن الانعكاسات السلبية اللي ممكن تنتج عن المخيم الصيفي إذا ما كان مجهز مثل ما عم نحكي. أولا شروط السلامة قديه مهمة أنه تكون متوفرة. صح 100%، هذا من القواعد الأساسية اللي نطلب من الأهل هن يدققوا فعلا، حتى هن يساعدوا إدارة المخيمات والسامر كامب أنه يلفتوا نظر إذا أي ملاحظة أو أي شيء ممكن يهدد السلام العام، لأنه هذه النقطة الأساسية قبل ما نحكي بالنقاط الثانية. من جهة ثانية من القصص السلبية، حتى لو أولادنا كانوا مبسوطين بفترة السامر كامب، ولكن الولد اللي قاعد سوري اللي كل الفترة فترة المخيم الصيفي هو مربط نوعا ما سوري يعني ما عم يقدر يتحرك، هالباور بعده جوا، ما في مساحه قدامه، ما في العاب بده يقدر يلعبها، دائما في على كل مبين من رده فعل الولد لما بيجي على البيت بعد الظهر بعد يمكن حتى لو ما بين او على قله حماسه الصبح انه مش حابب يروح، الاهل لازم يلاحظوا نفسيه الولد. بس بتعرفي الولد ممكن يتاثر بمؤثرات اخرى، يعني في رفقاته، في اجواء ثانيه من عمره، يمكن الولد اذا بتعطيه شويه كياسه شيبس ممكن هيدا الشيء اثر فيه. ولكن كيف فينا نعرف احنا ميشلين دورنا نحن كاهل كيف لازم نروح ونسال ونراقب ونسال عن كل التفاصيل وندقق؟ لازم نسال عن كل التفاصيل، لازم نحن كاهل يكون عندنا معايير، يعني نحن نعرف شو بدنا من السمر كامب، شو اهدافنا، ليه بدي ابعت ابني انا على السمر كامب بس ليمضي وقت لانه انا مشغوله، لانه انا بشغلي، اذا انا عندي معايير بقدر انا اعلي السقف وبعرف فتش، انا كام او كبي بقدر اعرف فتش. في شغله بدنا ننتبه لها، انه حتى لو مرق السامر كامب الولد كان كثير مبسوط، ما ننسى الرجع على المدرسه قد ايه ببلش الولد يبين حالات ستريس من تشرين الاول، وقبل كانون الاول بيكون اولاد كثير تعبانين، وهذا الشيء بنشوفه بعياداتنا. مشان هيك بقى نطلب للاهل بليز خلوا اولادكم يستفيدوا من هيدي الفتره، يطلعوا كل ستريس اللي جوا عم بيعيشوه، يفوتوا بجو دو كومبيتيسيون بالعاب فيها منافسه فيها توتر. لانه انا لما كنت عم بعمل لعب منافسه بسامر كامب الولد بيقدر اذا خسر بيقدر يعبر عن الخساره بصريخ وعيته رفض، بينما بالمدرسه ما حيقدر يعبر عن هيدا الشيء. فهيدا المسؤوليه الاساسيه بتبقى على عاتق الاهل من جهه، ومن جهه ثانيه على المسؤولين القائمين على المخيمات الصيفيه. توقيت المخيم ميشلين قد ايه مهم؟ يعني هل دغري بعد انتهاء الموسم الدراسي او بنص موسم الصيف، ومده المخيم الصيفي قد ايه لازم تكون؟ هيدا سؤال كثير مهم، مش اذا نحن مشغولين وعندنا شغل يعني نحط اولادنا كل الصيف. صح. بليز ننتبه من بهيدا الموضوع، الولد بحاجه ليصيف ببيته، بحاجه ينام مأخر، بحاجه يوعى كثير مأخر، يقضي وقت اكثر مع اهله كمان اللي اجمالا عم بيكون عاملين اثنيناتهم. صح، يقضي وقت اكثر مع اهله، اذا هن عاملين مع حدا من العائله ممكن نحن نقدر نسلمه رعايه اولادنا، بحاجه لانه ما يعمل شيء، بحاجه للفراغ، لانه هيدا الفراغ هو اللي بخلي الولد يهضم القصص اللي عايشها فريمون ويعمل ديجستيون لهيدي القصص ويبلش يبين عنده الابتكار والخلق والابداع. من الاشياء اللي ما حكينا عنها كمان بالحديث عن الهضم، بالمخيمات الصيفيه كثير ضروري نصلح علاقه الولد بالاكل، يعني نحن بنعرف انه نحن بالمدرسه مجبورين على بقصص معينه، بدنا ناخذ معنا اول سناك، وفي اشياء ممنوعه، في اشياء بتمنع اداره المدرسه، بس مش يعني بالمخيمات الصيفيه نعمل العكس بس يعني بالمخيمات الصيفيه نستفيد من هيدا الوقت. الولد بيقدر يقعد مع المونيتورز تبعولته، يفرم بندوره، ينقي بقلي، ينقي بقدونس بما انه هن بالطبيعه كمان ايه، ويتعرف شو يعني تبوله وشو يعني سلاد. ممكن كمان يكون في اشخاص عم يجوا مباشره يعملوا مثل هيك لقاء عفوي مع الاطفال، لانه اولادنا من عمر 7 سنين صاروا اولاد كثير ناضجين وبيعرفوا يسالوا اسئله للمختصين للقيمين، لحتى يقنعوا القيم مباشره انه انا ليه مثلا ما لازم اكل كثير بذورات، او ما لازم اشرب مي كثير، يعني هيدا القصص الولد بحاجه انه يناقشها مع حدا قيم، وبحاجه انه يلمس المواد الغذائيه اللي عاده انه مش غلط هن يقشروا الجزر مثلا. نعم. اللي عاده ما بيعملها بتحضير الاكل
بشكل كمان صح. من جهة هو عم يتعلم، من جهة هو عم يصلح علاقته الغلط مع يمكن ما يحب الجزر لأنه نعم. طعمته طيبة، بس لكن ينبسط بس يعرف فوائد الجزر يمكن يجرب أو يغير رأيه. نحن بنقدم له هالقصص نعم. وبنحطها بين إيديه وبنترك الولد هو فعلا نشوف كيف بده يتفاعل من دون ما نكون عم نلحقه بنظام وبأوامر وبإرشادات نحن نفرض نعم. عليه فرض. خلينا نرجع لتوقيت المخيم الصيفي، مدته إجمالا هي شهرين؟ مدة المخيم الصيفي هي إجمالا شهرين، لازم دائما نعمل بريك بين لما تخلص المدرسة إجمالا بمنتصف حزيران أو أواخر حزيران كل المدارس بتكون خلصت نعم. نعطي ولدنا جمعة بريك على الحد الأدنى ونرجع بشهر أيلول نترك لولدنا جمعتين بريك لحتى هو يحضر حاله يحس بالفراغ لحتى يزهق، أهم نعم. شيء يزهق ويرجع يشتاق للمدرسة يرجع لنظام المدرسة. بعده بسامر كامب لنص أيلول وحتى لو الأهل مرتاحين حتى لو بيناسبهم هيدا الشيء، بس تاني نهار خلصنا الجمعة التانين رايحين على المدرسة لازم يكون في مرحلة انتقالية صح. منفوت على المدرسة بأجواء السامر كامب، منفوت ومفوتين الفوضى معنا نعم. وهيدا الشيء بخلي الولد يضيع فعلا، يضيع لأنه ما عم يقدر يفصل وما عم يقدر يهضم النشاطات الكتير اللي عم بيمرق فيها. قبل ما نختم بدي أذكر نقطة كتير مهمة وهي أنه أهمية نحن نعمل مشاريع ترفيهية مع أولادنا خلال موسم الصيف، ما بيكفي أنه بس نحطهم بكولوني قد ما كانت مسلية وفيها نشاطات ترفيهية كمان لازم يكون في فاملي تايم، عم نحكي باكانس، عم نحكي سفر، عم نحكي نشاطات ضمن يعني شو ما كانت النشاطات حتى القعدة بالبيت سبت وأحد هذا نشاط كتير حلو وكتير أولادي بيتمنوه بيطلبوه من أهاليهم. منشان هيك ذكرنا أنه في قصص منفضل ما تكون بالسامر كامب لحتى نترك شوية خيارات للأهل منشان ما يكونوا متكلين أنه هن عم يخدون وهن عم يكسترون وهن عم يبرمون، لا ما حدا بحل محل الأهل. وبالصيفية الولد بيبقى ناطر لهيك ليحس بالاحتضان انه ما في شغل كتير، ما في مدرسة، ما في قوم بكير روح المدرسة، تعال دروس بعد الظهر، في هيدا التاني بالفاميلي تايم اللي حكيت عنه. وانا بدي اختار كيف بدي مضي الوقت انا وولادي، كتير حلو نسألهم وين عم شو حابين يعملوا وين عم نروح. مش ضروري تكون مشاريع ضخمه لانه الولد بكون بحاجه لشويه تواصل وكواليتي تايم مع الاهل. بتلاحظ المشاريع الضخمه بتخلينا ما نتواصل كثير مع اولادنا، ما في وقت وما في مجال لانه ملهيين بنكون بامور اخرى. بهذا البروجي اللي عم نعمله اكيد. ميشلين سمور شكرا لك وشكرا لهالمعلومات، ان شاء الله يكونوا استفادوا شوي المشاهدين، بعدنا بنص الصيف وفي وقت كثير تختاروا مخيم ان شاء الله بيناسبكم بكون على المستوى المطلوب. وقفه قصيره ومنتابع حلقتنا مع ايت سمارت ورفقه رندا، خليكم معنا.